عفوا ترحب بكم الجنة، كما فتحتوا لي قلبكم الله يفتح لكم أبواب الجنة والخير في حياتكم إن شاء الله. كريم كريم بلول أمي طوطو العزيز على الأطفال هنا في مدينة أسفي، هذه محبة على أطفال الصغار كنحبهم كنموت عليهم، لأنني أنا في الأول من صغيرت أنا كنزالي بهلوان، ولكن من كبرت أنا وليت أنا بغيت نولي بهلوان مع دوك الأطفال، لأن حس بهم أنايا، لأن بهلوان كيوصل النصائح للأطفال الصغار، كيسمعو من البهلوان ميسمعوش الآباء ديالهم، هاد النقطة كاينة. عامين دوزت دار شباب، دوزت في مخيمات، وكنا نضحك مع الأطفال الصغار ديما، هما حياتي، لأن حنا كنا مغاربة كما القلب رجوع حيت تجمعنا الله الوطن الملك. المحبة ديالتهم والأخوة ديالتهم والحنان كيعطوك اللي في قلبهم، لأنهم كيكونوا هما أبرياء وكيكونوا ملائكة مساكن، ما كيجيش معاك بالغدر، كيجيك مسكين بالخير، قصد فيك هو الخير من الأول. هذيك هي اللي خلاتني كنتقرب منهم بزاف وكنحبهم أكثر من كانوا في الأول. نعم صبيحات عيد ميلاد ديال بحال عيد ميلاد، حفلات احتفالات مع الاطفال الصغار، هي كامله بحال هكا غير كتدخل الفيسبوك دير فنان كريم مايسترو ولا بهلوان عمي طوطو غادي يطلع عندك. واش تما الاناشيد مع الاطفال الصغار اسئله وبحقه اسئله باش كنشوفهم باش كي تما كيتاكدوا كيستافدوا تما في الحياه ديالهم، منها كيبتسموا كيضحكوا، منها كيجيبوا النقاط على الاسئله ديالهم. ما كتوصلهم واحد النصيحه بملتي احسن، ماشي بالضغط ولا ماشي بالزز، الانسان اللي ضغطت عليه ولا كثرت عليه تما في كيتعقد في الحياه ديالو، كتكون في السبب ديالو هو انت في الاجرام، كيولي يدير الاجرام في الحياه ديالو. الا مشيتي على حسب الضغط ديالو افكاره تما فكرتي في الحياه ديالو كنجح في المستقبل ديالو، لان الافكار ديالك ماشي افكارك ديالك انت، لان عقلتك ماشي عقلتك. امتحان ابتدائي ماشي هو الثانوي، الثانوي ماشي هو الاعدادي، الاعدادي ماشي هو الثانوي، حقك الانسان كنمشيو على حسب عقلته افكاره باش يرتاح في الحياه ديالو وينجح في المستقبل ديالو. الا ضغطنا عليه وحشرتنا عليه واحد الحاجه وهي ما مرتاحش فيها تما كيتعقد في حياته وكنكون حنا السبب باش يدير الاجرام في الحياه ديالو. واتمنى من قلبي لكم التوفيق والنجاح في حياتكم ان شاء الله. قطره قطره درجه درجه توصل، من نتايا كتوصلي نقطه نقطه تما هو فيك كيكبر ليه، انت كتكبر ليه ما بين العينيه ديالو وكتولفو، لانك تولي نتايا بحالك بحال النفس، كتولفك واحد الحاجه ما تقدرش تفارقك، كتولي تفارقك وكيولي نتا عزيز عليه اكثر من نفسه هو. وامتى هو كيحس بيك؟ حتى تمشي ليه ولا حتى تغيبي ليه واحد المده عاد كيتفكر المعاملات كيفاش كان كيتعامل معاك، كيفاش كتحبك هذاك الشيء، تما فين كيتفكرك في هذيك اللحظات وتما فين كيتولي عزيز عليه اكثر من كان في الاول. نصيحه من هذا المنبر كنقول لهم النصيحة ليس بالعنف، ليس بالضغط، وليس بالأكثر من كان في جهدهم. علاش للدري ولا الطفل ولا الطفلة إلا مشيتي ضغطتي عليه ولا غوطتي عليه تما فين كيتعقد في حياته، تما فين كيولي مسكين تما مريض في الحياة ديالو. بتوصل ليه وصل من التي أحسن بالنصيحة، من التي أحسن باش هو يطبقها في هذيك اللحظة. أما إلا ضغطتي عليه وضربتيه وهذاك الشيء تما فين كيمرض في الحياة ديالو. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اياه هذوك كيحتقروك في الحياه ديالهم، كيحتقروا في الحياه ديالهم. علاش؟ لان هذاك ماشي في قلبو الفن، هذاك في قلبو الفن، هو سر الفن بلاك فن، هذاك كيتسمى محسد في الحياه ديالو. حاول تخرج، علاش تقول لك الانسان اللي شتيه كيعيب فيك وشتيه كيضحك ليك
لاش تي الانسان كيعيط فيك عرف راسو ما وصلش ليك وقلبو ما مرتاحش ليك، حاول تخلي شي اثر فيك ضيعك مستقبلك ما بين يديك. حاول الانسان ما يفقدش الامل في حياته، يدير السبب ويطلب ربي وما يعرف الحاجه اللي كيتمناها من جاته. لا ما كتسوقهمش، حاول ما تخليش ياثر فيك يضيع لك مستقبلك ما بين يديك. هذا كيتسمى هو قلبه ما مرتاحش ليك، هذاك ما خصكش تمشي معاه في الخط ديالو. علاش؟ هذاك لان ما وصلش واحد الحاجه ماشي كيفرح بك. هنا فيك الفرق بيناتنا، ولكن لاحظ هذه الملحطه في مدينه اسفي. اما المدن الاخرى كل احترام ما بين الفنانه وبين هذه، كيشوفك في هذه الميديا كيحطوك في واحد الموقف عالي بزاف اكثر 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 اكثر، لان هاد مدينه اسفي كيحتقروك الا شافوك في هذا الميدان ديال الفن ولا ديال البهلوان ديال الانشطه مع الاطفال الصغار. الكلون ولا لانه ما عارفينوش بانه هو اللي كيوصل نصائح للاطفال الصغار، هو اللي كيعطيهم شي حاجه كيستافدوا منها بالتي احسن وبالضحك وبالنشاط بهذه. دونك علاش؟ لانه واحد الطفل دار واحد النصيحه منها اش منها تقول لها منها امن البهلوان، قال لها بهلوان هو اللي نصحني ماما. علاش؟ لان قال لي ماما مابقاش بهلوان مابقاش تنعس مابقاش تسهر بزاف، راه كاين السهر راه هو كيأثر لك في الذات ديالك، كيأثر لك في الذات ديالك، وديما ناكل اكثر اكثر مني اكثر في الحليب مثلا في مواد غذائيه هذه، وتما غادي نولي صحيح ولي بهلوان عزيز عليكم. هذا الشيء علاش الاولاد دابا الطفل كيسمع من البهلوان وما يسمعش من الاباء ديالو. انا كلمه الاخيره كنقول لكم انا كنبغيكم وكنموت عليكم، والله يخليكم بعضياتكم، الله يزيد المحبه اكثر من كف ايامكم. ورحنا كنا مسلمين كما القلب رجل واحد تجمعنا لا اله الا الله محمد رسول الله، ونحن كنا مغاربه كما القلب رجل واحد تجمعنا الله الوطن الملك. هنايا هنا هذا المكان علاش ما كنقدرش انايا نفارق هذا المكان هذا، لان وصلت واحد المواصفات مع الاطفال الصغار هنا ما نقدرش نتخلى عليهم. ولاو كيعرفوك الوليدات لين ما جيتش عندهم شي نهار شي حاجه كيتقلقوا بحال هكا تيقول لك علاش ما جيتيش عندنا عمي طوطو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.